اهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة منوعات ابو محمد في حياة اهل الريف. النهاردة معانا عرض جميل جدا، عرض كويس اللي عاوز ياكل عيش جرار للبيع، 81 مقطورة 4 متر، جرار صاحي بصراحة لسه عامل عمرة روسي، جرار صاحبه صارف عليه مركون بقاله فترة، صاحبه بيروح الشغل بره بعد اسبوعين ويجي، بنصوره على وضعه هو على عفرة وكل حاجة فيه، واقف في التراب بره. جرار والله زي الجنيه مصروف عليه، جرار قوي جدا في الشد عافي، دراعك اليمين يعني بصراحة اشتغلت انا معاه كتير، قرار كويس.